السلام عليكم. اليوم بنلعب لعبتي اللي صنعتها. قبل ما نبدأ سووا لايك شير سبسكرايب. هذا اسمه The Sandbox اللي سووا منه ماينكرافت. فأنا سويت لعبة اليوم إن شاء الله تعجبكم. اسمها كيوت بيبي. احنا لازم نعيش من الولفز. حلوة ترى اللعبة تعجبكم. شوفوا العالم كامل هنا. عالم كامل عندنا. نحاول ان احنا نعيش في ورطة ذئاب. سووا لايك شير سبسكرايب. ويا اكو ذئاب مني. في ذئاب. ترى في مليون ذئب. لحظة. اوبشنز ريستارت جيم بسوي عشان الذئب ذاك اللي قتلته. عليكم هني. المفروض انا يعني ما يجوني لان انا صالحت اللعبة. الذئاب راحوا. اكو ذئاب هنا. لحظة خلنا نعدل في العالم. لا 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 بس بلاي. راحوا ذئاب. لازم بسرعة اروح لهم. اسمها اللعبة كيوت بيبي. لحين ما صارت بابلش يقولون لازم اول شي نشوفها بعدين بنسوي لها بابلش. في واحد هني بعد. ياكو. لان انا حاطنهم كلهم يعني مو مسوي لهم دوبليكيت وقلت له ابغى اي مكان لازم. وي ما ضربني ولا ضربات. فكر انك مسكين. طبعا الكنترولز مو احنا نسويهم، احنا بس نعفف المكان والكنترولز جاهزة وكل شيء. وراي ذا وراك ذا. اي شكرا خليتني اوقف عليك. عالم الذئاب. يعني تبوني طول الوقت في البحر. أشوار بعد في البحر. يه. ترى في بعد في الكهوف. قلت لكم في الكهوف. صح. هسه ريستارت جيم. يعني كل الذئاب يرجعون. ما كأن احنا بنعمل شيء. بس انا بعد ابغى اقتله. لا شيطان. براويكم الكنترولز. شوفوا هذا. ليش مو قاعدة اتحرك؟ اوكي طبعا اللعبة هذي فيرست ريليز يعني
بعدين يمكن تصير احسن لعبة يعني، ما ادري. فا اوكي هذي فيرست ريليز، ف بعدين انا اقدر اسوي ايديت ترى اللعبة واخذ من تعليقاتكم اللي في انيميشنز، كتبوا بس انيميتد بعدين بيطلع عليكم كلهم، تقدرون انكم تكتبون في كومنت، انا اشوف كل الكومنت حتى لو فيديو قديم لانه يطلع لي، فكتبوا لي وش تبون اسوي في اللعبة مالتي اللي سويتها الجديدة العجيبة. اوكي تبون العب لعبة ثانية، لا تنسون لايك شير سبسكرايب، تقدرون بعد تروحون في اللي من جوجل تكتبون ساند بوكس، تطقون على اول واحد تسوون لكم افاتار وتنزلون الميكر، فيلا بس باي.